في هذا المجلس سواء الزوجة للزوج أو الزوج للزوجة ألا يكون مجلس محاسبة ومعاتبة، وأن يكون إيش؟ مجلس تسامح وارتخاء. أعجبني سواق، سواق يا شيخنا، سواق في الإمارات، ابدوي ما عنده من العلم ألف باء، ما يعرف ألف من كوز الزراعة، ابدوي يقول لي 28 سنة يا دكتور متزوج ما قد تخاصمت أنا حرمتي. قلت شلون هذا؟ وذا الحرمة وين لقيها فيه؟ قال لا والله لا هي من بد البشر سوية ولا أني مسوي. اسمع، لكن كل ما وأنا بعد أسوق تاكسي وأدور رزقي وأجي مطقوق ولا واحد هربان ما أعطاني حسابي ولا حالتي حالة. قلت طيب وشلون؟ قال قبل ما نام إذا تعشينا مسكتها قلت تعالي يا أم فلان أنا قد أذيتك شيء اليوم، قد كدرتك بشيء، قد سويت شيء. قالت لا. قلت طيب أنت كدرتيني في الشيء الفلاني وفي الشيء الفلاني، قلتي لي كذا وقلتي لي كذا، وعلى الفطور قلتي هالكلمة، وعلى الفطور وكلمتيني بالجوال وقلتي لي هالكلمة الساعة 3. قالت أحب راسك، حبت راسي ويدي وصفينا وحبيت راسها ويدها ونمنا وحنا ما عندنا شيء. هالكلام لنا 28 سنة وأنا وعيالي صرنا كذا، يوم جانا عيال صرنا نجمعهم، ها وأنا أبوك وش عندك؟ قال يبا أنت أعطيت أخوي ريال درهم وأنا ما أعطيتني درهم. قال والله أني ما دريت والله هذا درهم، وأنت إيش عندك؟ قال ما عنديش، أنا والله قلت لك صل وما صليته وقعدت تلف وتدور وشفتك وأنت تلف وتدور. أي والله يبا هذا أنا سويته، حب يدي ورأسي ورجلي وانتهينا. ويقول لا عمري شلت على عيالي شيء ولا عمرهم شيء. أحد التربويين قال هذا ما هذا يكتب ذا في يدرس. قلت أنت طبقه؟ قال لا. قلت طبقه تكفى وش خلنا نشوف شو يصير فيك. راح طبقه ليلة خميس، يقول جمعت عيالي وأمهم وقلت تعالوا حاسبوني وحاسبوني وحاسبوني ولا حاسبني ولا. المهم يقول تحاسبنا، وبعدين يوم تحاسبنا تصفت نفوس، أول نفس مرة تصفى نفسي، وبعدين من حبي لهم وذا رحت خدتهم على عشاء وعشيتهم برا وجينا ذاك اليوم صافية. قلت وبعدين؟ قال هي ليلة وحدة وهونت. الشيطان قال له وينك أنت فاضي؟ تبي تخلي عيالك بس يأنبونك يطلع هذا ببيت؟ وهذا اللي قال علي، قال أخاف أنا أستمري فيها تضيع هيبتي عند عيالي. قلت والله الشيطان ركبك، قال ضايعة ولا شيء، ما ضاعت عند السواق ذاك.